حضرتك لو هنتكلم تحديدا بقى عن هذا المعمل وما يحتويه من أجهزة حديثة لتأهيل وتدريب الأطباء في مجال جراحة المناظير، حضرتك عرفنا عليه كده وعرفنا على تفاصيله وخدنا في جولة كده فيه سريعة. هو حضرتك احنا دلوقتي في معمل التدريب على جراحات المناظير، واحنا هنا عندنا دوت اسمه تاور المنظار، ده بالظبط زي اللي موجود في المستشفى اللي بيتعمل بيه العمليات، عمليات المناظير بالظبط. هو مش تقليد، هو بالظبط يعني احنا ممكن ناخد التاور ده يروح ونطلع بيه على العمليات، نشتغل اي عمليه احنا عايزينها بالمنظار. بالاضافه لكده عندنا جهاز تخدير، ليه؟ لان احنا احيانا بنشتغل حاجه اسمها انيمال لاب، ان احنا بنعمل العمليه نموذج للعمليه على الحيوان. فالحيوان ده طبعا بيبقى محتاج تخدير طبعا. يعني على سبيل المثال مثلا احنا قررنا ان احنا نعمل انيمال لاب مثلا علشان نعمل عمليه استئصال مراره بالمنظار. فالحيوان ده بقى اللي هو ممكن يكون ارنب مثلا، لا مش الدرجه دي، يعني هو كان زمان خنزير ودلوقتي بقى اللي هو الجوت الماعز، يعني علشان موضوع الخنازير دوت دلوقتي اقل شويه. فبنستخدم جهاز تخدير، بنجيب دكتور تخدير فعلا بينيم الانيمال، وبنبتدي نعمل جميع الاجراءات اللي بتتعمل مع الانسان كتجربه سريريه. بالظبط كده، لان احنا التدريب عندنا في المناظير في تدريب جاف، ده اللي كان شغال النهارده، تدريب جاف يعني على ماكيتات، زي في ماكيت كده ورا حضرتك ممكن لو الكاميرا هتجيبه، ده ماكيت بنقدر بيوازي او بيماثل البطن بالظبط بكل وبنحط ماكيتات بنشتغل عليها، والاماكن اللي ممكن المنظار يخترقها علشان يوصل للجهاز اللي عايز يعمل فيه المنظار. هي بتبقى تجربة زي سيميليتور، يعني زي محكية، حاجة موازية للحقيقة مش هي الحقيقة. التجربة دي أو الخبرة دي، التدريب ده بيبقى جاف، أو في التدريب بقى على الأنسجة الحية زي الحيوان زي ما شرحت لحضرتك. فاحنا طبعا في البداية بندي محاضرات، طبعا الموضوع البرامج التدريب دي مش كلها هاند وورك بايدينا، ولكن احنا بنخرج او بنهدف بعد ما نخلص ورشة العمل ديت ان يكون عندي المتدرب واخد معلومات كويسة نظرية وبيثقلها بالخبرة اللي بياخدها بشغل ايديه. فبيبقى عندنا حتى بنستغل القاعات اللي حضرتك شفتيها او القاعه اللي هناك دهيت، ان احنا بندي فيها محاضرات، ومحاضرات طبعا فيديو اسيستد، بيبقى فيها فيديوهات وطبعا بيبقى اللي بيبقى موجودين في المحاضرات دي مستشارين من عندنا من مستشفيات القوات المسلحه او اساتذه من الجامعه، بيبقى في تعاون بيننا وبين الجامعه، بيجوا وبيساعدونا في المجال دوت. بعد كده بنبتدي ان يعني ناخد خطوه لقدام عن طريق ان احنا نعمل اللي هو التدريب الجاف على الماكيتات. بعد التدريب الجاف على الماكيتات دي بندي المهارات الاساسيه الابتدائيه اللي لازم اي جراح مناظير يكون متوفره فيه، لان طبعا انت عارفه جراحه المناظير تختلف عن الجراحه التقليديه، عايزه يعني خبره معينه ومهارات معينه، محتاجه تدريب باستمرار. فعلشان كده وفيها حديث وتكنولوجيا حديثه واجهزه احدث وهكذا يعني. عموما كل التخصصات الطبيه وخاصه الجراحه فيها باستمرار تطوير، وفيها يعني حاجات جديده لسه بتبتكر، فاحنا لازم نكون يعني معاصرين للتطوير ده هوت، وبيكون موجود معانا في برامج التدريب بتاعتنا. بمعنى لو في تكنيك معين جديد ابتدى يكون موجود وابتدى يبقى يعني منتشر ومحتاجينه علشان خاطر الجراحين بتوعنا والدكاتره بتوعنا يبقى مستواهم احسن ومتطور وبيضاف لورشه العمل لكل اللي بيحصل يعني في كل العالم يعني. فعلى الاساس دوت احنا دايما في تعاون بيننا وبين كل، يعني احنا منفتحين على كل الجهات بما فيهم طبعا سواء الجامعات او مستشفيات القوات المسلحه او اي قطاع تاني. هو طبعا ورش العمل بيختلف المدد الزمنيه بتاعتها حسب طبعا التخصص، حسب طبيعه طبيعة يعني في هي في فرق طبعا ما بين ورشه العمل. ورشه العمل غالبا بتبقى شورت تيرم مثلا من يوم لثلاث ايام يعني على حسب البرنامج بتاعها،
ولو في حاجات بقى أكبر من كده، بس دي ما بتبقاش ورشة عمل، دي بتبقى مثلا زي حاجة اسمها فولوشيب أو دبلومة أو كلام زي ده. وعلى فكرة برضو إحنا دي من الخطط المستقبلية اللي إن شاء الله هتتنفذ في الأكاديمية، إن إحنا بنفكر إن إحنا نعمل دبلومات مهنية في التخصصات معينة لإكساب التخصص دوت مهارة معينة مطلوبة وتحتاج وقت طويل، وده متاح للأطباء المدنيين والأطباء العسكريين في مستشفيات القوات المسلحة المختلفة. لا حضرتك، كل الأنشطة اللي بتتم في الأكاديمية هي متاحة للجميع. طبعا في سهولة طبعا ان هي تصل للعسكريين بحكم ان هو قريبين مننا وفي تواصل، ولكن ده ما يمنعش طبعا ان احنا بنسمح بتواجد المدنيين في اي نشاط سواء علمي او تدريبي، وهو مرحب بيهم على يعني تماما يعني. وطبعا بيبقى في اجراءات، احنا بنخلص الاجراءات ديت، وبالعكس بنبقى مبسوطين جدا ان احنا بنساهم في حاجه زي كده يعني. ورش التدريب للاطباء وايضا للدكاتره او الاطباء اللي بيدرسوا هنا في البورد المصري بالاكاديميه الطبيه او الماجستير او الدكتوراه. طبعا احنا يعني في الشهادات اللي بتمنحها الأكاديمية، ومنها شهادة البورد أو اللي هو البورد المصري أو اللي هو معروف يعني البورد العسكري، بس هو الصح بتاعه البورد المصري. جزء منه في تدريب عملي للي هم الطلاب بتوع الشهادة، والتدريب العملي جزء منه هو البرامج التدريب وورش العمل. عشان كده احنا بنسمح للطلاب حتى المدنيين بلا اي اجراءات ان هم يجوا يشاركوا معنا في اي نشاط علمي او تدريبي كجزء من التدريب اللي احنا بنقدمه لهم في اثناء الفتره اللي بياخدوها عشان يحصلوا على الشهاده. فاي طبعا في سهوله في ان احنا نتواصل معاهم، لان احنا عندنا وسائل اتصال للتواصل مع الطلاب دولت، فمن السهل ان هم يعرفوا الانشطه. بالعكس احنا بنطلبهم ان هم بالاسم يعني فلان وفلان وفلان اللي في التخصص الفلاني يحضروا معانا يوم كذا عشان في برنامج تدريبي او في نشاط علمي هيتعمل، لان ده جزء اساسي من التدريب اللي احنا بنوفره لهم في خلال المده اللي بيحصلوا فيها على الشهاده. يعني احنا بنتكلم على تدريب وتطوير وتاهيل للاطباء وللقطاع الطبي بكل تخصصاته المختلفة. وزي ما حضرتك يعني اتكلمت من شوية على فكرة وجود أو تحديث لدبلومات تخصصية بتحتاجها الأطباء في المستقبل، إيه تاني من الخطط المستقبلية حريصين عليها للتأهيل أفضل لأطبائنا في التخصصات المختلفة في القطاع الطبي المصري؟ زي ما قلت حضرتك، هو التدريب وبرامج التدريب وورش العمل هي مش مقصورة على تخصصات الجراحة، بل على العكس احنا دلوقتي ابتدينا نتوسع في التخصصات اللي بيشملها التدريب بما فيها تخصصات البطنة. يعني معظم التخصصات دلوقتي بقى داخل فيها عمل باليد اللي هو الهاند وورك، يعني نادرا ما هتلاقي تخصص حتى في البطنات. يعني مثلا هتلاقي في الجهاز الهضمي في مناظير الجهاز الهضمي اللي هي مختلفه عن المناظير الجراحيه، هتلاقي في القلب القسطره وتدخل من هذا القبيل. وفي كل تخصص بقى في عمل بيحتاج تنميه مهاريه. فاحنا الحمد لله في الفتره من يعني الفتره اللي احنا فيها دي ابتدينا نتوسع في التخصصات، الموضوع ما بقاش مقصور على الجراحه، الجراحات يعني أنواعها، بل على العكس بيصل لأي تخصص محتاج تنمية مهارة. ويعني لك حضرتك أن تتخيلي مثلا أن أنا عندي ورشة عمل لتخصص الباثولوجيا الكلينيكية اللي هي المعامل، يعني هم دكاترة المعمل هيجوا ياخدوا ورشة عمل عندنا طبعا تحت إشراف مستشارين المعامل، لأن يعني هم محتاجين مهارات معينة مثلا في قراية العينات والشرايح تحت الميكروسكوب، واحنا عندنا معمل في ميكروسكوبات مجهزه على اعلى مستوى تساعد ان هي تدرب الاطباء في المجال دوت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ابتدينا نتوسع في التخصصات سواء جراحه او باطنه. ما بقاش في دلوقتي، نادرا ما هتلاقي تخصص مش محتاج تنميه مهاريه في بالتاكيد مع التقدم والتطور في العلم ودخول التكنولوجيا ليه. ازاي حريصين برضو هنا في المعمل وفي اليات التدريب والتطوير للمهارات الطبيه المختلفه انكم تسمحوا لفكره التكنولوجيا ودمجها مع المجال الطبي، خاصه ان هي بقت شريك اساسي دلوقتي، فالاليه في التطوير في المنطقه دي شكلها ايه؟
هو ده الابديت التكنولوجي في الطب، يمكن هو اكتر مجال فيه ابديت وفيه تطور يوم بعد يوم. فده بيجي ازاي؟ بيجي طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا اكاديميه منفتحه تماما، طبعا الشراكات مع الجامعات العالميه بالظبط بالظبط مع الجامعات العالميه ومع المؤسسات الخارجيه زي مثلا الكليه الملكيه للجراحين في المملكه المتحده، الكليه الملكيه للامراض الباطنه برضو في المملكه المتحده، ودايما بيبقى فيه تواصل وتعاون في المجال ده. على سبيل المثال البرامج التدريب اللي بتتم في الكليه الملكيه احنا بالظبط كان في زي بروتوكول كده ان احنا ننفذها ونطبقها عندنا. بس ارجع لجزئيه تانية، حته التطور اللي هو الدائم ده احنا ازاي بنقدر نواكبه؟ عن طريق زي ما قلت لحضرتك ان الاكاديميه ما هياش الاشخاص اللي حضرتك شفتيهم، الاكاديميه هي ممثله في كل اطباء القوات المسلحه ومجالس اقسام المستشفيات في القوات المسلحه. كلنا مع بعضنا كده بنتشارك علشان نوصل للطريق اللي نمشي فيه للتطوير. لان الموضوع كله زي ما بيقولوا كومون بول، يعني كلنا مع بعض وبنحط الافكار واحنا رسمنا حقيقي هي الافكار. فالافكار دي مش بتيجي من عندنا وبس، ولكن بتيجي من كل مستشارين التخصصات في مستشفيات القوات المسلحه، وكلهم ناس على اعلى خبره وعلى اعلى يعني مستوى علمي. وبالتالي في الاخر ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنوصل للمعادله دي، ان احنا ازاي نوصل ان احنا نواكب التطور اللي بيحصل يوم بعد يوم في الممارسة الطبية مش في مصر بس ولكن في العالم كله. الانفتاح دوت والتعاون دوت ده مثمر بشكل ان هو ابتدى يبان نتيجته. طبعا ان احنا بقينا ندرب الدكاتره على حاجات جديده، حاجات تكنولوجيه ما كانتش موجوده. مثلا انا اول ما ابتديت انا في المجال مثلا بقالي 27 سنه، دلوقتي الدنيا اختلفت تماما، فبقى في حاجات تقنيه. الحاجات التقنيه ديت احنا شايفين بالعكس ان الاطباء الشبان هم احسن مننا في ان هم يتعلموها ويبدعوا فيها، فاحنا بنحاول ان احنا دايما توفروها لهم علشان خاطر دي جزء من رسالتنا، مش رسالتنا احنا لوحدنا، هي العمل الطبي عموما في العالم كله جزء منه ازاي ننقل الخبرة للأجيال اللي بعد كده علشان مش يبقوا زينا، لا يبقوا احسن مننا ويسبقونا.